هي في هي يعني في شقة شقة يعني شقة مصغرة عندها بنات كبار يعني بالغين ما ضربوا الباب دائرة كسروا ودخلوا على البنات الحين كبار يعني متغطي واحدة قامت تغطت دائرة تغطت بالبرنص على سترها يروح ردت الثانية ما وقعت الليت في وجهه اخترعت بالليت في وجهه وردت الثالثة ردت عليها من مشمار وطبقوا في الطين صوروا اني يعني دخلوا هجموا على البيت ما في رجال ما في حتى رجال ما كان موجود رجل هي هجموا عليهم وكانوا في الطين متغطين بمشمر يعني في الطين مبالغين ما يعني ما في احترام ما عندهم احترام يعني دخلتهم ما عندهم احترام يعني يجوا ما يجون يضربون الباب وتعبي بطل الواحد له الباب مو تكسره